ورحلة بين النجوم في الشوط الثاني. نتمنى أن يرتفع نسق المباراة، أن يكون اللقاء أفضل فنيا، ونشاهد فرجة وأهداف في قمة الكامب نو بين الريال والبارسا. إذن الهدف الأول كان عن طريق نيمار، بهذه الطريقة سيصبح عبقري زمانه، ولكن هي ملاحظة فنية. رونالدو يتقدم ويعطي كريستيانو، ولكن بدون وصول، بدون دخول. واستنجد بصورة المباراة الوحيدة والهجمة الوحيدة للفريق الريالي في دقيقة 43، رونالدو في الرواق الذي يخرج. والبارسا رغم انه مش لو فامو على المردود الشهير نتاعو، لكن ماشي، وخضيره يمشي، وسامي يتعدى، خطيره جدا سامي خضيره على القائم الثاني جارد باي، والراسيه وجيرار، بيكي يقطع الكره، بيكي ترجع اندريس انيستا، انيستا الريال بعينيه، سايحة يا بابا بعينيك سايحة، ترجع الكره مره ثانيه عن طريق جارد باي، فما خطا ما فماش، فما الفاول لا ما فماش فاول، ترجع الكره انيستا، انيستا يمشي كره طويله وتمشي كره لنيمار، نيمار يسدد الحارس، نيمار كاد يقتل الريال، نيمار كاد يقتل الريال، والكره تخرج، ترجع مره اخرى للريال مدريد، ترجع عن طريق مارسيلو، يمشي مارسيلو يلعب الكره لسيرخيو راموس، سيرخيو راموس تمشي كره سامي خضيره، ماتش من نار في الشوط الثاني، الشوط الثاني الشوط الابداع الان. مورينيو دائما يصنع الحدث، سالوه في بريطانيا عن الكلاسيكو، قال لهم لست مهتم ولن اشاهد الكلاسيكو، عندي عشاء مع العائله ثم سانام، ولا رونالدو لن ينام، رونالدو يسدد، كريستيانو رونالدو، والحارس قال لا، روعه يا فيكتور، روعه يا فيكتور، ورايعه انت يا رونالدو، شوف الكوره نار ريال افضل، يلقى التوازن، فقده في الشوط الاول في المنتصف، رونالدو مله قذيفه، كاتيرو يا دون، وكيف باراد يا فيكتور، كره تمشي من الركنيه، الركنيه للريال، الركنيه للمدريد، كره بكره، كره نيمار وكره الدون، والكرة تمشي مرة أخرى، الراسية والدفاع والديماريا وفيكتور فالديس، كرة من فيكتور، 18 هدف لليو ميسي، 18 في الكلاسيكو لألفريدو دي ستيفانو، خمس هو ليو، هو ليو ميسي، وصل كرة فابريجاس، فابريجاس لنيمار، نيمار، نيمار سيكوندو، لا روعة يا ولد، روعة أنت يا فاران. رافاييلو يمنع قتل المباراة، فماش اوفسايد، فماش تسلل، فماش تسلل، والتاكل صحيح، وكل يقطع بالكورة للريال، دي ماريا، دي ماريا، دي ماريا، دي ماريا، مارسيلو، مارسيلو، هذه الكورة خطيرة عن قائم الثاني بنزيما، والكورة فيها خطا من بنزيما، فاول صريح واضح على الفرنسي الجزائري كريم، وستعود لدفاعات برشلونة. شوف الكرة، شوف الخطأ، فاول واضح، فماش تسلل، اوفسايد، فماش اوفسايد، كريلو يرجع بالكرة لبيبي، بيبي خرج كرة مليحة عن طريق بنزيما، بنزيما رونالدو، رونالدو فيها ضربة، فيها إعاقة، ثم يا حكم ماينكو قال لا، وهنا أشك، هنا أشك، لو يدفعوا بكتفه أوكي، لو بيدوا بينالتي، نرجع لبرشلونة عن طريق الباش، يمشي الباش، ورا ترجع المودريتش. كرة للريال، مودريتش، مارسيلو، سامي خضيرة، سامي خضيرة، سامي خضيرة للمرنجي، كرة للريال مدريد عن طريق ياراميندي، ياراميندي للريال، ترجع الكرة دي ماريا، مباراة صعبة جدا على الفريقين، دي ماريا يدخل، دي ماريا مربوط عليه، دي ماريا يرجع للخلف، يعاود الاتصال برونالدو، رونالدو يحاول ايجاد الحل، يعطي كرة مرة أخرى مودريتش، مودريتش يطلب واحدة اثنين، يمشي بنزيما، يسدد ويحط على العارضة، يا ولدي ما أروعك، يا ولدي على كورة لا تصد ولا ترد، الله يا بنزيما، ملا كورة، شوف ايش يعمل، شوف ايش يعمل، بافوري، العارضة طاحت يا الأولاد، العارضة طلعها يا الأولاد، مسكينة العارضة ضربة وجعتها، أي 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 أي، شفمنا، شفمنا، صورة الكورة كتف مدفع يا ماسكيرانو، احكم يا جمال يا شريف،
ركلة لرونالدو أو قرار ماينكو السليم. سانشيز سانشيز الماسكي ومكلوب التهاني والتشجيعات والتحضير للكرة والفرصة ما تسالش. يمشي نيستا نيستا يقتل مباراة بيكي بيكي شو يعمل؟ ما يلقاهاش هذه صعيبة عليه، هذه ما ينجمهاش، ما يعملهاش، ما يقدرش عليها. نيستا يعملها ركنية لبرسا، ركنية لبرشلونة. نيمار عرف من عاش وشهورا قادمة مع البرسا، ومن شهر ستة لا صوت يعلو فوق صوت البرازيل. نيمار وصل له، نيمار سانشيز يعدي، سانشيز يستنى، سانشيز اللوب يا ولدي. الهدف الثاني الكسيس، رائعة، الروعة أنت والسحر أنت، الله عليك يقولها كل عاشق لبرشلونة، والله منك يقولها كل مريد ومحب للريال مدريد. أوه أليكسيس سانشيز يوثق لنا السهرة ويكتب في أحد زوايا مرمى العملاق دييغو باز هدف بفكر أليكسيس وعرق سانشيز وروح الشيلي. أوه فلتسلم للأمة الكتالونية يا الشيلي، أليكسيس سانشيز جولاتو. فاران يمشي يمين ما يلقاهاش، ليسار ليمين، شوف ايش يعمل سانشيز، شوف شي يبدع، شوف فيران حارس متقدم وطول قامت الحارس دييغو، ملا كورة ملا صنعة ملا هدف ملا هاش. ترجع الكورة من كورنر، الراسية جيرا بيكي مع التاتا مارتينو عكس تيتو فيلانوفا. البرسا على الكرة التاتا نار وحديدي، خيزي يمشي بالكرة مودريتش، وجيرار يؤكد الكلام، ترجع الكرة تسديدة عالية، كرة عالية من فريق المرينجي من بيبي. فالدانو كان يلمح طيلة الأسبوع، قال مباراة ليست بالأهمية، لن تحسم الدوري نهائيا، هل هي ركلة أم لا؟ رونالدو أكلمك عنه، ديما لم تحصل من سنوات، شوف الفرق في التمريرات، شوف الكرة، يمشي الفيش، يدخل الفيش، يدخل داني يتعدى بين اثنين، عدى فيه، يمشي الثالث، الترسيرو نو، مش ممكن يا دانييل، ماذا تفعل يا برازيلي؟ ماذا تفعل يا ساحر البرازيل؟ يا بيلو ريزنتي، يا كروزيرو، يا ساو باولو، يا ريو دي جانيرو، استناونا هنا جايين. نحن مباراة رغم الأهمية والرهاد نضيفة برشا، فماش وقت ضايع، فماش توقف برشا اللعب. كرة ترجع لبنزيما، بنزيما يواصل خطيرة، كرة ويضيعها سامي خضيرة، يهدرها سامي خضيرة. ورونالدو اليوم باش ينجن، يالو من الحكم اللي هو في قناعته فما ضربة جزاء، يالو من زملائه اللي مش قادرين يوصلوا له كرة. سامي خضيرة ما يحطهاش، رونالدو ما توصلوش، رونالدو ما يشعلش الكلاسيكو. لأول مرة دييغو لوبيز يخسر الكلاسيكو يا الريال. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق مدريد، ثلاث دقائق، رونالدو لهدف شخصي، يعطي كرة خطيرة، يدخل خيزي، جول للريال مدريد. هل ينفع؟ هل يشفع؟ هل يفلح؟ هل تكتب الليلة التاريخية؟ هل يسجل مدريد ما يعتبر بالمعجزة الكروية؟ صعب كثير، ولكن رونالدو يصنع السرعة بالفارق، ويصنع في الفارق لمسة، ويصنع بهدف خيزي أمل لدقيقتين، ل120 ثانية، يرجع الكلاسيكو يولع، يرجع كلاسيكو الأرض يولع، كلاسيكو الدنيا يولع، ولكن ورمزكم يا بيدرو. ترجع الكرة للبرسا، البرسا 50 ثانية، عدى الوقت في هذه الثواني، ليو ميسي وشكون باش يشيل هالي، يتعدى ميسي ما يشيلوهاش، ميسي للترسارو باش يضربوا جول، ركنية من دانييل الفيش. كرة كورنر للبرشلونة، شوط ثاني عالمي، شوط ثاني خرافي بمعطيات كرة القدم، زوز أهداف وعادة وفرص بالجملة، ووقت ينتهي ويصدر ستار على كلاسيكو جديد،
ميسي لم يعرض المتعة الليلة في عالم الكامب نو، ولكن ينتصر بالكلاسيكو رقم 12 في مسيرة الشقي الأرجنتيني، الولد الأرجنتيني. خلاص الركنية للبارسا، الركنية للبارسا، والكلاسيكو ينتهي وسط فرحة الثالوث. تصور ثلاثة لاعبية بحجم نيمار، فابريغاس، أندرياس إنييستا موجودين في البنك ويتابعوا البرة. هو هدف خزي لمجد شخصي، لفرحة شخصية، ولكن لم يكفي. البرسا قتل المباراة عن طريق السفاح اسمه أليكسيس بهدف ولا بالأحلام. شوط ثاني سريع، إيقاع أسرع، رتم جميل، فير بلاي أكبر. رجعنا لأيام الروح الرياضية بعدما أشعلها ولد البرتغال مورينو وجعل كل القمم تنتهي بالنار. اليوم رونالدو يحتج ويطلب مازال ضرب جزاء ويقول لكارلوس بويول إنها بنالتي حرمنا منها ماينكو، ولكن حضر نفسك لمارس شهر أكتوبر وكلاسيكو أكتوبر برشلوني يا رونالدو.